بتعويضات ضخمة. يعني أيضا البعض بيقول أنه كثرة حالات الغش في نشاط تأمينات الحياة بتسبب خسائر ضخمة لهذه الشركات، ما حقيقة ذلك؟ يعني الأول نتكلم عن إعادة التأمين. هو التأمين الحقيقة زي ما قلنا قد يكون على أخطار بسيطة، يعني التأمين على السيارة ما يحتاجش إعادة التأمين. أيوه. التأمين على متجر صغير، لكن التأمين على الأخطار الضخمة ذات المبالغ الكبيرة زي مثلا أخطار البترول، أخطار الطيران، البتروكيميكالز، كل الأخطار البتروكيماويات، المصانع الكبيرة. لو أنت حضرتك تصورت أن شركة التأمين، على فكرة شركة التأمين أول ما بدت في مصر كان رأس مالها لا يتجاوز 1,000,000 جنيه، النهاردة طبقا للقانون رأس مال شركة التأمين يجب ألا يقل عن 60,000,000 جنيه. شركة التأمين بتقوم بالتأمين على أخطار أو أصول تزيد على مليارات من الدولارات، مش الجنيهات كمان. إذن هي لن تستطيع أن هي توفي بمتطلبات التعويضات إذا حصلت لا قدر الله كوارث على نطاق خسارة كلية لهذه الممتلكات أو الأصول. فهي تعمل إيه؟ هي تقوم بإعادة التأمين. إعادة التأمين يساعد على تفتيت الأخطار. ليه؟ لأنه إزاي بيتم ده؟ يعني شركة تأمين بتخطر شركات عالمية أنها عايزة تعيد التأمين معاها؟ بالضبط. يعني شركة التأمين أولا يجب أن يكون التعامل بين شركة التأمين وصاحب الخطر اللي هو بمليارات الجنيهات تعامل كامل، هو الذي يؤمن الخطر بكامله، ولكن هو يقوم بترتيب إعادة التأمين مش مع شركة واحدة، ده بيقوم بترتيب إعادة التأمين مع عدد كبير من الشركات وفي عدد كبير من الأسواق حتى يتم تفتيت هذه الأخطار الضخمة. وبدل أن يتحملها اقتصاد دولة واحدة هيبقى في تكافل بين كل الدول التي اشتركت في تأمين هذا من خلال إعادة التأمين. يعني لكن العميل ملوش دعوة، العميل ليس العميل، علاقته فقط بشركة إكس المصرية التي أمنت له مليارات من الجنيهات تقابل قيمة هذه الممتلكات. لكن الشركة بقى تقوم بعملية إعادة التأمين حتى تستطيع أن هي تفتت الخطر، ويصبح الخطر قابل للتأمين، لأن لو ما قامتش بهذه الترتيبات في شركة هي رأس مالها 60,000,000 جنيه هتقبل التأمين على مثلا مصنع بترول ب100,000,000,000 جنيه؟ مستحيل طبعا. فإذا هي بتقبله بس اعتمادا أن هي قامت قبل كده بترتيبات إعادة التأمين. طب دكتور رؤوف، لو شركة من الشركات أعلنت إفلاسها يعني نتيجة خسائر تعرضت ليها على سبيل المثال، بيكون إيه مصير العملاء بقى والتعويضات؟ الحمد لله في مصر احنا لم نتعرض لهذا، لكن نفترض ان شركه من الشركات، تقصد الشركات اعاده التامين ولا شركه التامين؟ انا كمان عايز اعرف حاجه، القواعد الحاكمه بتكون خاصه بالبيئه المصريه ولا هي دوليه متعارف عليها هي نفسها، يعني ايا كانت بتطبق في مصر او في دوله اخرى سواء كانت عربيه او أجنبية؟ هي صناعه التامين او اعاده التامين اقدر اقول ان هي صناعه عالميه. ليه؟ لان بتتبادل الاعمال بينها وبين بعض الشركات التي تعمل في جميع الاسواق. زي ما انا قلت الاخطار التي تؤمن في مصر يعاد التامين عليها يمكن في اكثر من 30-40-50 سوق، يعني 50 دوله. فاذا لابد ان يكون ما يتعارف عليه صناعه التامين هو نفس المطبق في مصر، هو المطبق في انجلترا، في فرنسا، في المانيا. فدي نمره واحد. نمره اتنين، اذا تعرضت شركه لافلاس وهذا محتمل وارد. الحمد لله احنا هو ده يتوقف على ايه برضو؟ ما تفرضه هيئات الرقابه اللي هو الهيئه العامه للرقابه الماليه في الوقت الحالي، هي بتفرض من الحوكمه ومن الرقابه على الشركات ما يطمئنها ويطمئن المتعاملين مع هذه الشركة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لأن خلي بال حضرتك أنت بتأمني وممكن أن يحدث هذا الخطر يتحقق في المستقبل. وفي التأمينات الحياة في المستقبل البعيد، لأن ممكن واحد يأمن على حياته لمدة 20 سنة 50 سنة، يأمن مدى الحياة، فهو عاوز يضمن ملاءة الشركة التأمين التي تعامل معها لمدة 20 ولا 30 ولا 50 عام. إذن هذا يتوقف على جهة الإشراف والرقابة، الجهة الحكومية التي تقوم بمراقبة شركات التأمين والتحقق من ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ولكن نفرض أفلست شركة، وهذا زي ما بقول الحمد لله في السوق المصري لم يحدث حتى الآن، بدليل
أو هذا دليل الحقيقة على قوة الرقابة والحوكمة التي تفرضها الهيئة الرقابية على شركة التأمين. بيبقى في حاجة اسمه صندوق حماية حقوق حملة الوثائق. هذا الصندوق يتم إنشاؤه ويتم تمويله على مدار سنوات عديدة حتى يكون ده صمام الأمان. لو أفلست شركة يتم، وعلى فكرة اللي يمول هذا الصندوق يمول من أقساط التأمين للشركات العاملة في سوق التأمين، واللي بيشرف عليه هذا الصندوق هي الجهة الرقابية أيضا اللي هي الهيئة العامة للرقابة المالية، حتى تضمن الوفاء بالتعهدات في حالة لا قدر الله لو أفلست شركة التأمين. طيب دكتور عبد الرؤوف، يعني معامل الخطر كيف تحدده شركات التأمين؟ الحقيقة معامل الخطر وتقييم الخطر لابد أن يكون هناك أولا خبراء معاينة الأخطار أو خبراء تقييم الأخطار، لأن التأمين صناعة يعني الحقيقة مش معقدة، ولكن فيها ما هو قبل الإصدار، يعني قبل ما تصدر شركة التأمين مثلا وثيقة التأمين حريق على مصنع بترو كيماويات لابد أن تقوم بمعاينة هذا الخطر. تقوم بمعاينته عن طريق خبير في هذا النوع من الأخطار. هو بيشوف إيه درجة الخطورة، بيشوف ما هو احتمال تحقق الخطر، وبالتالي يتم احتساب الخطر طبقا لأسس فنية يعني متفق عليها ومتعرف عليها، بحيث يتناسب قيمة القسط اللي بيدفعه المؤمن له صاحب هذا المصنع مع حجم المخاطر أو درجة التعرض. هل هذا المعامل تغير بعد ثورة 25 يناير بالنسبة للسوق المصرية؟ طبعا والله شوف، هو طبعا بالنسبة للسوق المصرية اللي تغير هو انفلات الأمن في السنوات الأولى من الثورة، وكان هذا أيضا يعني محل اعتبار عند تقييم الخطر. لكن أعتقد الآن بعد الاستقرار الأمني الذي يعني أصبحنا يعني نحن فيه، أصبح يعني تقريبا رجعنا فيما عدا بعض حوادث السرقة التي ما زالت موجودة والسطو على بعض السيارات موجودة حاليا، لكن بنسب قليلة لا تقارن بما كان بعد الثورة مباشرة. طب يا دكتور، أنا عندي سؤال خاص بمبلغ التأمين نفسه. وهو ليه جزئيتين، الجزئية الأولى إلى أي مدى بيتأثر مثلا بارتفاع أسعار الدولار والأزمة اللي حصلة في الوقت الحالي، دي جزئية. الجزئية الثانية يعني أسمع مثلا في بعض الممتلكات سيارات على سبيل المثال بعد 5 سنين بيبتدي يقل تزيد نسبة تحمل الشخص، لو ليه نسبة تحمل أو كده فالمبلغ بيختلف. هل فعلا ممكن مثلا في ال5 سنوات الأولى للتأمين تكون ليها معايير معينة وما بعد كده تكون ليها معايير أخرى؟ نبتدي الأول بمدى تأثر بسعر الدولار. لا شك أن النهاردة بعد ما تغير سعر الدولار وزاد حوالي 12.5% بعد ما كان أظن 7.83 جنيه بقى 8.85 جنيه. طبعا ده للبيع، و 8.95 للشراء، يعني هو زاد حوالي 12.5%. ايه تأثير ده على قطاع التأمين؟ اعتقد القيم التأمينية يجب ان تزيد، لان انا بعتقد كثير من الخدمات واسعار السلع لابد ان تزيد زيادة قد يعني تعلو او تنقص حسب يعني طبيعة الخدمة وطبيعة السلع. حتى بعد الإجراء الأخير الخاص برفض رفع العملة المصرية وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق هو ده، طبعا ده قرار في رأيي أنا قرار صائب 100%. نحن كنا بندفن يعني رؤوسنا في الرمل، ولا أحد يعني إحنا كشركات تأمين وجدنا كثير من الصعوبات في توفير النقد الأجنبي لبعض الشركات عشان نسدد التزامات معيد التأمين اللي كنا بنتكلم عنه. معيد التأمين دول لما بياخدوا جزء من الخطر لابد أن حضرتك تحول ليهم جزء من القسط يتناسب مع نسبة الخطر اللي هم تحملوه. كنا نجد صعوبة كبيرة. أعتقد القرار اللي أخده البنك المركزي اليوم بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ده قرار حكيم، لأنه هو هي يعني يقرب جدا المسافات بين السعر الرسمي اللي في البنوك، هيقلل التشوهات في سعر صرف العملة. هنا هيخلي ايه؟ هيخلي انا اقدر بعد كده اروح البنوك. تقريبا انا متوقع في خلال 3 شهور ل6 شهور سوف لا نجد سعر صرف مختلف عن سعر البنك. مش هيكون في سوق مؤسس. كل واحد هيحتاج توفير نقد اجنبي هيقدر يحصل عليه بسهوله. طيب ده الشق الاول. الشق الثاني سريعا جدا بعد مدى تاثر. طبعا قيم كثير من الامور، كثير من الاصول مثلا، ما احنا بنامن على اصول.
المباني السكنية، على المصانع، على لابد أن تزيد قيمتها، لأن ده هيحصل تضخم. إذا بتزيد القيمة بالفعل، فلابد أن احنا مرة نعيد عند تجديد التأمين، هنعيد تقييم هذه الممتلكات ونزيد قيمتها بما يراه الخبير. شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور، ولكن للأسف وقت الفقرة انتهى، ولكن نشكرك شكرا جزيلا على حضورك. الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، شكرا لحضورك. وأنا سعدت. شكرا. حوار آخر كما أسلفنا هيكون يسلط الضوء على ماذا بعد المصالحة أو التصالح مع أو ما يثار حول التصالح مع رجال الأعمال الهاربين إلى الخارج مع الدولة المصرية بعد الفاصل. في ظل حرص الدولة على إعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، جاء إعلان وزارة العدل عن قرب التصالح مع عدد من رجال الأعمال الهاربين وعلى رأسهم حسين سالم ليثير حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن العام. وزارة العدل أوضحت أن رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا حسين سالم سيدفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ إنجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال، وأن غالبية الأموال المهربة للخارج توجد في سويسرا. كما أوضحت الوزارة أن المصالحة مع حسين سالم سيتبعها مصالحة مع رجال أعمال آخرين مقابل التنازل عن الأموال المهربة إلى الخارج. إعلان وزارة العدل جاء بردود فعل متباينة من جانب برلمانيين، فمنهم من أكد أن الشعب المصري أولى بهذه الأموال التي تمت سرقتها، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة شريطة عدم التورط في قضايا جنائية مع من يتم التصالح معهم. وعلى الجانب الآخر، رفض بعض النواب التصالح مع رجال الأعمال المتورطين في أعمال الفساد واستغلال نفوذ وتقديم رشا وتسهيلات من شأنها إفساد الحياة السياسية والاقتصادية للدولة، بينما ذهب البعض إلى ضرورة وجود عقوبات مالية مضاعفة بدلا من الحبس كتأميم المشروعات والأموال. وبين معارض وموافق، يبقى ملف التصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد رهين إرادة الدولة الحقيقية لاستعادة جزء من الأموال التي نهبها هؤلاء إلى خزينة الدولة، وسرعة إنجاز عملية التفاوض التي ينبغي ألا تؤدي إلى أي نوع من التنازلات. إذن موضوعنا الرئيسي عروض التصالح بين الدولة المصرية ورجال الأعمال الهاربين للخارج في قضايا الكسب غير المشروع مع رموز النظام الأسبق، وما يثار حول ذلك من جدل، وأهم المعايير التي يجب أن تكون حاكمة لهذه العملية، وأيضا مردودها سواء إيجابي أو سلبي. محور نقاشنا في هذه الوقفة الحوارية، ووجه تحية إلى ضيفي الأستاذ محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب، أهلا بحضرتك. وتحية أيضا للأستاذ خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أهلا بكم. أهلا بيكم، وأبدأ كلامي معاك يا سيادة النائب. يعني حضرتك كنت من بين الرافضين لقانون الكسب غير المشروع أو تعديلاته اللي دخلت عليه عندما عرض على المجلس في فترة 15 يوم اللي بيتراجع فيها القوانين. ما حيثيات هذا الرفض؟ يعني هل بينطلق من فكرة أنه كيف تتصالح الدولة مع من نهبوا الشعب أو استولوا على المال العام، ولا هل ده من وجهة نظرك هيكون تقنين لفساد أم ماذا؟ يعني هو بالضبط كده زي ما حضرتك تفضلت، انه احنا ما فيش حد يعني ضد اي تصالح ممكن ينتج عنه مصلحة للبلد، انما انت بتقر مبدأ خطير جدا، الموظف العام اللي ممكن يكون يعني تجاوز في حدود سلطاته، جامل، تربح، وبالتالي يعني كون ثروة يعني. أيوه. وبعدين تيجي تقبل منه ان يبقى في نوع من التصالح بمجرد ما يرد الاموال اللي خدها، كانت مسألة شوية عاملة خلقة لدى الرأي العام يعني مشكلة كبيرة. يعني ان ده الموظف، ها؟ لكن لو رجل الاعمال، رجل الاعمال برضو نرجع ونقول النهاردة يعني حسب الحالة اللي بنتكلم عليها. يعني احنا عندنا في حالات لبعض رجال اعمال، مثلا ندي نموذج زي حسين سالم. اي احنا يعني حسين سالم لابد يبقى